سالي ايه اللي مش عاجبها في لمة شعر؟ سوري معلش ممكن ولاعه مش معايا بس ممكن ثانيه اشوف لك لو حد معايا. انا عامله دايت البيض، اسمعي اسمعي، الصبح هفطر بيضتين كل معاهم كوبايه قهوه ساده، العشاء بقى اربع بيضات وتفاحه، حاسه هكمل عليه شهرين ثلاثه كمان. ايه اللي كملي ده انت كسه وقمر. نو وين تو ستوب نو يور ليميتس. كلنا بنعدي بوقت بنحس بمشاعر ما بنكونش قادرين نفهمها ولا نتعامل معاها. انا منى متولي، مهندسة اتصالات أساساً وصناعة محتوى ده بجانب. بدأت 2021 قررت مع ثالث فيديو ان انا اغير المحتوى بتاعي من completely comedy لان انا ازود معاه مسج، علشان كان حد كان بيتريق فيها على سنتي، وانا كان بالنسبة لي في حياتي كلها عندي مشاكل مع كل حاجة ما عدا سناني، يعني انا مش شايفه سناني فيها اصلا مشكله. فقال لي سنتك مكسوره انت بتتكلمي على ايه؟ فرحت قلت له لا تعالى لي بقى سنتي ايه اللي بتتكلم عليها، انا عندي مصايب جوه اكتر من كده بكتير. وبدات احس ان من ساعتها ان في بريشر على البني ادمين ان هم يبقوا كاملين من كل ناحيه، لدرجه ان في شخص ساب كل حاجه ومثل يعني حرفيا انا شخص داخل على الثلاث ارقام من وزني ساب كل ده وكل ده ومسك في بجد اقل من 2 ملي وبيقول لي ان انت عندك فيها مشكله. فحسيت بحجم المعاناه، رجعني بقى كده بذكريات اللي هو الانسان محتاج يبقى بيرفكت عشان يظهر على السوشيال ميديا، وقد ايه انا كنت بشوف الناس اللي على السوشيال ميديا دول منتهى الكاملين، لازم يبقوا في احلى شكل واحلى صوره، وانا كنت ببقى حاسه ان انا عايزه اوصل لده، ده ما بيتوصلوش عشان ده مش حقيقي. فقررت ان انا لازم ابقى على السوشيال ميديا موجوده بشكل طبيعي، بقول رساله ان يا جماعه يلا يلا نبقى كلنا طبيعيين مش كاملين عشان ما فيش حد كامل. يسيطر على عقلنا كل الافكار السلبيه وزود لي عليها كل كلمه سمعناها عن نفسنا وجسمنا كنصيحه او هزار او تريقه. قومي يتولد جوانا احساس بالذنب والخجل من نفس، نحتاج مسكن زياده ويوسع مننا الموضوع. دايره من الاكل والمشاعر السلبيه والشعور بالذنب والندم، بس سهل نكسرها لو رحنا للدكتور وصلحنا علاقتنا مع الاكل. اتعاملت ان انا لما الافكار بتاعه الانسكيورتيز دي تبقى هنا ان انا اهندلها بافرت هنا، وبيجي ايام ما بيبقاش ان انا بهندلها ببقى بتقبلها، ببقى ما عنديش مشكله مع ان انا النهارده حاسه ان انا عندي انسكيورتي ما انا مش قادره اتخطاها، فبتعامل معاها انها موجوده ومع قليل من المرح ومع ان احنا بنمشي في اليوم، ومع ان انا ما بحبش اقلل من فكرة ان انا اكلم نفسي كلام حلو. يعني انا لما ببقى حاسة مثلا باي مشكلة ما انسيكوريتي خلاص هبت طلعت في وشي خالص، ببدأ اتعامل خلاص انا انت موجودة، انا مش هنكر وجودك، انا مش هخفي ان انا عندي الانسيكوريتي دي، بس ابدأ اكلم نفسي في حاجات تانية. بمعنى لو انا عندي الانسكيورتي النهارده صاحيه بان انا عندي مشكله وزني، ان انا النهارده شايفه ان انا لازم اخس وكل الكلام، خلاص انا هتكلم مع نفسي، هتعملي دايت، مش عارفه ايه، نركن الموضوع على جنب. بس والله انت امبارح اليوم كان طويل وانت تحملتي، انت حد ضايقك وانت ما هبتيش وكلتيه واحتويتي، كل دي حاجات ابدا اقولها لنفسي بحيث ان انا افكر نفسي بالحلو، فتدارك فكره ان في انسكيورتي او حاجه مش كامله فيا. انا اصلا عندي مقاومه انسولين وعندي تكيس على المبايض، سبب كلام زيك انا سمعته قبل كده مليون مره، انا عندي ايتينج ديس اوردر. ابداوا اعرفوا امتى توقفوا، اعرفوا امتى توقفوا. انا بروج ان البني ادمين تحب نفسها زي ما هي، وتفصل ما بين فكره ايا كان بقى تخن او اي حاجه، تفصل ما بين فكره شكل خارجي وما بين ان انا عندي مضمون قد يكون فيه سعادة، راحة بال، رضا عن النفس. انا رضايا عن نفسي وان انا احب نفسي، واحب نفسي مش معنى ان انا بحب منا، لا هو انا مش بحب منا، حبي لنفسي ان انا ابقى عايزة منا تبقى كويسة. فممكن لما انا يعني انا واحدة من البني ادمين لما كنت في اقصى مرحلة كارهة فيها نفسي خسيت جدا جدا جدا،
بس في نفس الوقت ما حدش عارف ان انا بسبب ان انا بكره نفسي ان انا جالي بوليميا. بوليميا للي مش عارف ان انا كنت باكل وبرجع من كتر ما انا كارهه نفسي. طب اللي من بره شايف الله دي خست، الله دي قمر، الله دي صحتها، لا صحتي ما كانتش كويسه، ما كنتش سعيده، ما كنتش اي حاجه. لما فصلت ما بين فكره وزني وما بين حبي لنفسي بدات اقدر اكل صحي، اكل وما رجعش، اقدر اواجه فكره ان انا تخينه واشوف لو دي مأثره على صحتي، لان مش كل التخن بيأثر على الصحه، ده مبدئيا في ليها اندكسز كتير وليها مليون الف حاجه، ومش بس التخن اللي بيأثر على الصحه، في مليون الف حاجه. فانا مع ان احنا نحب نفسنا بغض النظر عن شكلنا الخارجي، ونشوف ايه اللي احنا عايزين نعالجه ونعالجه من غير ما نبقى بنضغط على روحنا. في الأول خالص أنا كنت في الأقصر، وكانت في الفترة بتاعت الدوتنج بتاع هل أكمل هل ما كملش، طب أعمل إيه، طب والله أنا مضغوطة، زي ما يكون ربنا بعد كان بالنسبة لي اللي هو طب ما بلاها أنا واجعة قلبي ليه. لقيت كنت بتمشى لقيت بنت جت وحضنتني وقالت لي انتي قصرتي فيا قوي وانا لابسه بنطلون ابيض، انا يعني كنت لابسه بنطلون ابيض وعملنا اخوات بالبنطلونات البيضاء وكده. فحسيت ان المسج اللي انا بوصلها وصلت، فحسيت ان دي رساله من ربنا اللي هو كملي. كانت جت فتره الناس كلها ما بتنتقدش محتوى على قد ما هي بتنتقد منا، و بتجيب افراد ملهاش علاقه بالقصه زي اهل منا، حضرتك انتوا تعرفوهمش ولا تعرفوا شكلهم ولا تعرفوا اي حاجه. فبدات احس ان انا بدات احط عبء على ناس حواليا بحاجه هي تخصني انا تماما. فحسيت اللي هو لا انا والله مش عايزه اكمل. اخدت بريك، ما قريتش المسجات، اخدت ريست، طلعت في مره كده سخنت في فيديو شويه، وبعدها ريحت شويه رجعت تاني عادي منونه فرفوشه حلوه قوي كده. رابطه قيمتك بان الرجاله تعجب بيكي او الفاليديشن اوف مان. تاني مصيبه ان انت فاكره ان الجواز ده فاليديشن اوف ا مان او اعجاب راجل بيكي، مش ان هو مؤسسه مبنيه على الموده والرحمه والتوافق الفكري والمعنوي ما بين اتنين علشان يجيبوا كائنات ان شاء الله يدعوا تبقى سويه لهذا المجتمع. فانا اتمنى ان انت تكوني عانس عشان ما ينفعش تجيبي اطفال لهذا المجتمع بهذا التفكير. ابوس ايدك مش ناقص. نتائجها عليا ان زي ما انا بساعد الناس ايا كان نوعهم الجندر، مش فارقه ستات او اولاد، ومش بوجه رساله معينه، انا بحط نفسي مثال حي بكل الانسكيورتيز اللي عندي. ان انا عندي انسكيورتيز وعندي مشاكل وعندي حاجات، بس انا مكمله وبتعامل ومش حاطه نفسي في قوقعه ومش موقفه حياتي على ده. زي ما انا بحاول اوصل الرساله دي وبتساعد، ممكن تكون بتساعد الاشخاص اللي بتروح لهم، انا في نفس الوقت رحلتي بتبقى مكتمله بده لما بلاقي نفسي وصلت رساله وعملت حاجه كويسه. ما هو انا برضو الـ 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 العائد عليا ان انا اشوف فعلا الناس حباني، حابة اللي انا بعمله، نافع اللي انا بعمله، فده في نفس الوقت طب ما هو ده عائد حلو عليا يشيل من عليا انسكيورتيز. تخين اقعد عمري كله حشان نفسي في هدوم اسود في اسود اقل مني بنمرتين، مطلق لكرش العناب. مره واحده قالت لي ما يعصبنيش قد البنات التخينه اللي تلبس بنطلونات بيض. بنطلونات البيض على البنات التخينه بتعصبك؟ طب تاتا يا تاتا انا سبت بكرش ما اقولها. السوشيال ميديا بالنسبه لي انا تشالنج، لان هي مخلياني متخطية مشكلة في شخصيتي، مشكلة في شخصيتي اللي هي أنا مش شخص consistent، أنا شخص ببدأ حاجات وما بكملهاش أيا كانت إيه. دايما عندي دروب بيجي، بيبقى عندي حاجات كتير 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 عايز أعملها، وباجي في حتة بفصل وبريح وما بكملش. السوشيال ميديا من الحاجات اللي من كتر ما أنا عندي شغف باللي أنا بعمله وبقدمه، هي الحاجة الوحيدة اللي أنا مكملة فيها وما وقفتش.
بفضل عندي بصة لحتت أبعد وقاعدة بصة لحتت أبعد. فأنا تركيزي السنة دي على إن أنا أفضل بوصل مسج وأتشالنج الروح برضو الدنيوية اللي جوايا بإن أنا ممكن من غير ما أقصد أقدم محتوى ما يبقاش هو ده اللي أنا عايزة أقدمه لمجرد إن أنا عيني تبقى بصة على أرقام. إيش؟ يشارب ساتين عشان الكيرلز ما تبوظش.